الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نحن في حضرة المعجزات الكبرى من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزة فرقت بين صادق الإيمان وضعيفه. هذه المعجزة أبهرت كل من المسلمين والكافرين على السواء. إنها معجزة الإسراء والمعراج. فثبت من ثبت وارتد من ارتد. وكان من أفضل المواقف في الثبات على الحق وصدق الإيمان موقف سيدنا أبي بكر عندما قال له المشركون: إن صاحبك يزعم أنه أسلي به إلى بيت المقدس. فقال أبو بكر: إن كان قال ذلك فقد صدق، إني أصدقه في خبر السماء يأتيه. والرحلة شملت الذهاب إلى بيت المقدس بواسطة دابة البراق وبصحبة جبريل عليه السلام، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء جميعا، ثم عرج إلى السماوات السبع ورأى فيها أنبياء الله: آدم، يحيى، عيسى، يوسف، إبراهيم، موسى، إدريس عليهم السلام. في هذه الرحلة طلع النبي صلى الله عليه وسلم على غيب ورأى الجنة والنار، ورأى لأصناف العذاب عجائبا وصورا لكل جريمة مكرا. فتساءلوا: وكيف أسرى يا ترى؟ بل كذبوه ورموه بالخيلاء، بل كيف يعرج ثم يرجع كيف ذا؟ هذه الرحلة جاءت لتقدم الحجة القوية والبرهان الأكيد على صدق النبوة ولتخفيف حزنه الشديد بعد وفاة زوجته خديجة وعمه أبي طالب ولمواساته بعد اشتداد أذى الكفار. هذه الرحلة تحدث عنها الجميع حتى الشعراء، وإليكم بعض ما جادت به قريحته: صلوا على المختار يحاط بالأنوار، عند الذي نرتجيه فقد فاز بالأسرار. قد عاد يحمل فردا خمسا من الصلوات، ويملأ الأرض خيرا فيضا من البركات. وعاد فوق البراق من فوق سبع طباق، يدعو لمن صدقوه بالفوز يوم التلاقي. فصلوا معنا على الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه أزكى الصلوات.